المهم المهرجان الملوك طول 94 سنة اللي هي يمكننا نقولوا طول 94 في 95 سنة حوالي قرن باستمرار. الدورة هي تنظم للسنة الخامسة ولكن دائما فيها تجديد ما هي دائما كتعرف تعرف المنتظر كذلك على أن تكون أكثر من المسلمين اللي كتمشي من الرياضات الثقافيه الانتاج التحويج المنتوج المحلي سواء تاع حب الملوك او ببعض المنتوجات يعني هذا هو الخاص بالمراج. هو كذلك لاول مره غادي نحمو في البرنامج اللون الافريقي بمشاركات جماعه افريقيه من الفنون الشعبيه اللي غادي تكون ضمن الفنون الشعبيه اللي كيزخر بها غادي الترتيب العام لجمعيه حفل الملوك المنظمه لمهرجان حفل الملوك. هذا الطقس ديال المشاعر هو من الطقوس الراسخه في مهرجان حفل الملوك اللي كيمتد على 94 سنه. كيتميز بمشاركه الجمعيات الكشفيه والفرق الفولكلوريه والفرق النحاسيه بالاضافه الى بعض الفرق البهلوان. هذا الطقس كيف قلنا مترسخ على مدى سنين عديده وتطور بحيث كل عام كنعطيوه واحد طابع متميز. هذا العام حاولنا نعطيوه واحد طابع متميز بمشاركه فرق البهلوان مجموعه الشعل المتميزه اللي كتعطي واحد الرونق لهذا المهرجان بحيث ان هذه العمليه كتعتبر بمثابه الانطلاقه الرسميه للمهرجان ديال حفل الملوك.